بالنسبه لك كابتن عامر او اللي كانت يعني بتحمل همها؟ هي الماتشات اللي على ارض على اراضي مش كويسه. يعني انا في ماتش من ماتشات مع دمياط، كان دمياط لعب حوالي 7 8 مباريات على ارضه، ما جاش فيه ولا جول، وكانوا عاملين عربيه هديه للي هيجيب جول في دمياط. والله جبت انا الجول في الماتش ده. في الماتش ده كسبنا 1-0. ايوه، وانا اللي جبت الجول. خدت العربيه؟ خدت العربيه. العربيه كانت اياميها كان كابتن حسن حمدي مدير الكوره، والعربيه كانت ب 6000 جنيه، واحنا كنا 30 لعيب. العربيه راحت المعرض، خدنا 6000 جنيه كل واحد، خد 200 جنيه توزعت على الفريق كله. والله هو مين اللي كان عارض العربيه دي؟ شركه يعني هي اللي كانت عارضها؟ شركه تويوتا. والله هي اللي كانت عارضاها، قالت لك اللي يجيب جون في المحله هناك واحد. ايوه، بس ده تحيز غريب قوي، يعني يقول لك اللي يجيب جون في المحله ياخد عربيه. لو تفتكر السنه اللي كان فيها احمد عبد الحليم جاب جول وجاب خد شقه. لا، ده كانت عربيه كابتن احمد عبد الحليم، كانت عربيه بس ماركه ثانيه. ماركه ثانيه. ما تقولش بقى الماركات عشان ما نتكلمش في الموضوع ده. بس انا افتكرت ساعتها ساعه الكابتن احمد عبد الحليم دي، هي في السنه دي عربيه ماركه كده برضه. بس هم هناك في الزمالك احمد خد العربيه، اخذ العربيه لوحده. ليه؟ احنا في الاهلي فرطوها. احنا كابتن حسن قال لي هتروح توديها للمعرض. رحت استلمتها طبعا، كان باعلان في التلفزيون وكده. استلمتها، وطبعا اعلان عشان خاطر المعرض اللي هو بيعرضها وكده. فقال لي عشان انت يعني تبقى مميز عن زمايلك، هتروح ل كان في واحد جوهرجي في شارع المانيال، قال لي هتروح له هيديك مديله مفاتيح ذهب غير ال 200 جنيه اللي هتاخدهم، بس عشان تبقى مميز. يعني انت السبب اللي جبت العربيه. انا اول مره اسمع القصه دي. يوميها يعني وانا الكوره وانا بحطها في الجول، رجلي اللي بتتحرك، رجلي الثابته دخل فيها. كان علي عبد العزيز ده كان بيلعب عندنا في النادي الاهلي، بس كان اياميها كان بيلعب في دمياط. طلعت مصاب، شالوني مرابعه، فضلت حاطط رجلي في التلج من دمياط لغايه القاهره.